أهمية خاصة يحملها الثاني من ديسمبر من كل عام، اليوم الذي تحتفل فيه الإمارات بذكرى تأسيسها وبداية عهد جديد لدولة الإمارات، فهي الذكرى 51 التي تمثل الخطوة الأولى نحو 50 الجديدة التي رسمت خطتها قيادة الدولة ضمن استراتيجية محكمة للوصول إلى مئويتها الأولى بعد سلسلة إنجازات تاريخية سطرتها عبر مسيرتها في مختلف المجالات الاقتصادية منها والسياسية والفضاء والعلوم. والله نحب نهني دولتنا على عيدها الاتحاد 51، ونحب نشكر شيوخنا وحكامنا، والله يديم الأمن والأمان على دولتنا يا رب. وتحت شعار روح الاتحاد بدأت الإمارات ومنذ أيام فعالياتها للاحتفال بعيدها الوطني ممثلة بهيئاتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة من خلال إقامة العديد من العروض التراثية التي اشتملت على أداء للرقصات الشعبية والفعاليات التراثية والصور والعروض التي تحكي مسيرة دولة مليئة بالإنجازات. نهني جميع شعب الإمارات في هذا اليوم الجميل، نشكرهم ونشكر صاحبين هالوينتر لأنه سووا فعالية قوية والناس كلها مستانسة، ونشكر الناس اللي جالسة تستانس وتنبسط في المهرجان الجميل. اسمي دانا، بقول لكم بيتين شعر. يا علمنا رف في عالي السماء، رافعينك صانعين الاتحاد، يبذلون ويفتدونك بالدمع، شعبك وجندك إذا حق الجهاد. إنجازات متتالية تحققها الإمارات في كل عام تضاف إلى الإنجاز الرئيس الذي بدأه الشيخ زايد آل نهيان والشيخ راشد آل مكتوم وإخوانهم حكام الإمارات بتوحيد الصف وتحقيق حلم لطالما تمنى الجميع تحقيقه والسير بها إلى مصاف الدول المتقدمة. يأتي الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي لتوثيق ذكرى اتحاد الإمارات السبع، حيث تقام الاحتفالات وتتزين المباني والشوارع بألوان العلم الإماراتي وتنتشر في مختلف أنحاء الدولة. عبد الله الزعبي، قناة الغد، إمارة عجمان.